بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كامل عربي. أنا كنت موظف في شركة سيارات، وبعدين حصل لي خطأ طبي في 3 مستشفيات. الخطأ الأول كان في تاريخ 5/7/2007، كانت مستشفى شجرة الدر في الزمالك، وبعدين حصل خطأ طبي هناك كبير أدى الخطأ دون إلى قطع 4 أوتار في الدراع اليمين. وبعدين اتجهت لمستشفى تانية، مستشفى عين شمس التخصصي، وتم العرض على دكاترة الأعصاب، واكتشفوا إن في قطع في 4 أوتار، فدوروا على السبب اللي دخل فيه الدكتور عشان خاطر يخش للمكان ده. كان في غدد ليمفاوية، للأسف الغدد دي كانت حميدة، فعين شمس برضو أصروا إن هم يشيلوا غدة تاني عشان خاطر يحللوا الغدد. والدكتور أثناء شيل الغدد راح شايل جزء من عضلة الترابيزس للأسف، وبعديها كملوا الفحوصات وعملنا تحاليل وأثبت إن في تكيسات على الكبد، فدخلنا برضو شلناها في عين شمس. وللأسف الكبير حصل خطأ طبي كبير، ده الخطأ الثالث أدى بالحياة معايا إلى هلاك. اللي حصل معايا إن أنا دلوقتي ما اكتشفتش الخطأ غير بعدها بسنين، مع العلم إن أنا كذا مرة أخش مستشفى بسبب إن أنا كل ما يحصل معايا مشاكل في المعدة واضطر أرجع الأكل. ودخلت مؤخرا مستشفى الدمرداش، بارك الله في الدكتور بأمانة. أنا كنت داخل بغرغرينة في المعدة وفتق في الأمعاء وموت جزء كبير من الأمعاء. الدكتور الله يبارك له وتسلم إيده ويديله الصحة إن شاء الله ويعده في عياله، عمل توصيل للأمعاء أدى إلى 9 وصلات في الأمعاء. أصبحت دلوقتي أنا في حالة لا أنا قادر أكل ولا أنا عارف أكل ولا في سبيل إن أنا أكل وأبقى مرتاح، والليل نهار سخونية والليل نهار تعب، وأروح مستشفى يرجعوني منها. فأنا دلوقتي الحال معايا صعب جدا جدا جدا، أصبحت غير قادر على العمل نهائي. متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحة، اهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم انا محمد صالح المحلل الصحفي. طبعا احنا هنا متواجدين مع حضراتكم في واقعة جديدة، بنكلم حضراتكم تحديدا من منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القاهرة، مع يعني حاجة اللي ظاهرة من حضراتكم خلال البث المباشر. هو في مقتبل العمري كان يعني بيعمل في احدى الشركات الضخمة، الشركات الكبيرة، وبسبب يعني اصابة، ما تحديدا اصابة بمسمار، كانت البداية من مسمار زي ما بنقول لحضراتكم كده، البدايه من مسمار دخل في صباع من الاصبع الخمسه في منطقه الكف على غراره. يعني هنا الكابتن كان متواجد في اكثر من مستشفى، من عياده الى مستشفى كبيره الى مستشفى اخرى تخصصي، وتعرض لحاله من الاهمال الجسيم، اهمال طبي جسيم بسلس عمليات في مستشفى شكل. بنكلم حضراتكم من عياده الى مستشفى صغيره الى مستشفى اخرى كبيره تخصصي. لمزيد من التفاصيل مكملين معاه عشان نعرف ما يتعرض اليه يعني هذا الرجل. هي قصه ماساويه حزينه جديده، بيتعرض لهذا الامر زي المعاناه سنين، طبعا سنين مضت. بيتكلم ان كان اول عمليه من عام 2007 وحتى اللحظه لا زال بيعاني. يعني انا برحب بيك في لايف جديد عبر موقع بصراحه، وحابين كمان نظهر خلال اللايف كم الادويه اللي ظاهر امامنا ده. كمان في ادويه تانية بره المقطع، بره يعني بره المشهد ده، في ادويه تانية كتير بتستخدمها بصفه يوميه حياتك كلها. يعني بعد ما كانت في حاله من الصحه، من النشاط، من الحيويه، متواجد في جهه العمل بصفه يوميه، بقى الحال زي ما حضراتكم شايفين خلال البث المباشر. مجموعه من الادويه، حياته وشقته كلها عباره عن ادويه ليل نهار. العمليه الاولى يعني كان قطع في الشريان، خطأ طبي جسيم، وتفاصيل اخرى ماساويه هنحاول ان احنا نعرفها مع حضراتكم خلال البث المباشر. انا برحب بيك
في لايف جديد على الموقع بصراحه، وكنا حابين يعني في اول لايف ناخد يعني اول مشهد من حضرتك تحكي لنا تفاصيل الواقعه، وحابين نستكمل القصه مع حضرتك. والله هو اللي وصلت ليه لحد دلوقتي ان انا دخلت في عدم تمثيل غذائي، مفيش هضم في المعده نهائي. هو للأسف مفيش هضم في المعدة نهائي، نتيجة طبعا الوصلات اللي اتعملت في المعدة. وللأسف أنا مش لاقي حل، أنا بدور على حل. فاللي داير معايا دلوقتي أو اللي أنا فيه دلوقتي حاليا، أنا مش عارف إذا كنت هرجع تاني أو مش هرجع. أنا كنت بعد ما خرجت من الشركة بالخطأ الأولاني والتاني، كنت بلعب كاراتيه وكملت في احنا بداية. كمان يعني وضحنا ده خلال عنوان البث المباشر، ان بخلاف انك كنت موظف في احدى الشركات الضخمة، كمان انت كنت مدرب كاراتيه معروف. الله يبارك فيك، تسلم لي. لا هو مش عندك كام سنة؟ 39. 39 سنة، يعني انت بتشوف ان الحياة انتهت بدري. لا، هي الحياة انتهت بقى لها 5 6 سنين أو 7 سنين كمان، لحد مش من ما دلوقتي تعبت. يعني، لا من لا 5 أعوام مضت. من 5 أعوام ماضي، بس كنت بحاول. ودكاترة كتير كانوا بيقولوا اوقف شغل، بلاش شغل، بلاش لعب، بلاش كرتي. بس أنا النهاردة شاب زي ما حضرتك شايف، أنا بسخن وأنا بكلم، مش قادر أتكلم أصلا. فطبعا أنا لازم أنزل، السعي مهم، لازم تشتغل لما لا تاكل وتشرب. إزاي؟ طيب انا وصلت المرحلة دلوقتي انا مش عارف اتحصل، لا من هنا ولا من هنا. خلينا برضه نسألك، الواقعة نفسها واقعة غريبة، يعني أنت لما بتقول لنا كانت البداية مجرد يعني إصابة، وكمان مش إصابة كبيرة، إصابة طفيفة، وارد إن أي حد يتعرض إليها، اي حد مسمار دخل في صباعك، أو يعني في منطقة الكف تحديدا بصفة عامة، سواء كان الأصبع أو منطقة أخرى. على غرار الإصابة دي، على غرار الإصابة دي أو على هامش هذه الإصابة، يحصل كل اللي أنت بتتكلم فيه ده. أنا تلات بيبقى عمليات، وكل عملية يكون في حاجة من الإهمال الطبي. مش عارف. أنا بصراحة حتى بكلم الدكتور بتاع العملية اللي كان فيها خطأ في آخر عملية، كانت في 2009، كان في فتق في الغشاء الداخلي للأمعاء. فأنا بكلم الدكتور بقول له يعني هل في حل؟ قال لك احنا عندنا في مصر هنا ما فيش زراعة أمعاء. فأنا واصل لمرحلة دلوقتي عايز، يعني أنا بستغيث بالسيد المحترم وزير العدل والسيد وزير الصحة. أنا عايز حل، عايز حل، عايز حد يشوف لي حل. لأن أنا فعلا لا أنا عارف أنام زي الناس، ولا عارف أقعد زي الناس، ولا عارف أكل زي الناس. أنا عايز أتحرك. أنا اتفاجأت بالدكتور مرة واحدة بيقول لي انت ما تلعبش رياضة خالص، مفيش نزول من البيت. طبعا انا كان عندي مصدر لاكل العيش دلوقتي، انا فقدت كل انت حاجة. حاليا يعني لا حول ليك ولا قوة، هو وايضا كمان هيئة العمل استغنت عنك. خلاص واجهت العمل، مفيش حد يشغلك، وانت اصلا مفيش شغل بالنسبة لك تقدر تشتغله. اي شغل محتاج قوة، محتاج انك تتكلم. حتى يعني انت ممنوع من الكلام خالص، انت زي طيب ما طيب حضرتك احنا شايف. برضه مع خلال بس مباشر، حابين نرجع ورا شوية، نرجع ورا ونعرف منك طبيعة الإصابة في البداية خالص، قبل لجوءك لعدد كبير من المستشفيات. الإصابة اللي تعرضت إليها داخل جهة العمل كانت عبارة عن إيه؟ إيه اللي حصل معاك بالظبط كده؟ كان عبارة عن مسمار دخل في الصباع ده، ورحت شلته مرة واتنين وتلاتة بره، وما كانش مرة فيه واتنين وتلاتة بمعنى إيه؟ يعني يعني أول نظف مرة رحت الصباع. نظف الصباع، بس كانت النظافة محتاجة أجهزة عالية ومحتاجة غرفة عمليات. ما كانش ينفع إن أنت تعملها عند دكتور جراح في عيادة بره، كانت محتاجة، لأن الصباع كانت الإصابة تغولت فيه على الآخر. وبعد كده رحت عشان خاطر أشوف مشكلة الإصابة اللي حصلت، اللي هو اهو قطع جزئي في اهو ده كان أوتار. البداية، كان في عيادة، لا، البداية كانت في عيادة، عيادة صغيرة. عيادة صغيرة. وبعدين اتحولت من التأمين الصحي بتاع الشركة، اتحولت لدكتور. والدكتور ده الحمد لله، ولله الحمد، يعني جت على ايده سهلة، قطع 4 أوتار في الدراع اليمين.
دخل اللي بعديه راح مكمل على العضلة في الدراع برضو اليمين، لما أدى العجز الدراع اليمين فترة طويلة. ففي الحالة دي أنا قعدت فضلت بقيت قاعد، أنا دلوقتي ما بتحركش، فهل يعني في حل في استغاثة؟ هو الأمل في الله كبير، بس احنا أنا بقدم من خلالكم هنا رسالة، رسالة يا رب تكون مسموعة، لأن أنا فعلا مش قادر أتحرك ولا قادر أتكلم. أنا في 9 وصلات في المعدة مخليني مش قادر حتى أعرف أتنفس. يعني هو واضح، واضح من طريقة الكلام نفسها انك بتتعجب. فالموضوع معايا كبير، فأنا بطالب السيد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لو سمحت يا دكتور، أنا بعاني، أنا المواطن المصري بعاني في قلب البلد هنا في ظل الظروف العصيبة اللي احنا فيها، والأدوية بره بقت غالية. فأستأذن حضرتك لو سمحت يكون في حل، عشان خاطر فعلا أنا تعبت. طيب يعني احنا برضه حضرتك بس يا باشا حبينا تكلمنا يعني عن مجمل الاهمال الطبي اللي تعرضت ليه من العياده الى مستشفى شجره الدر، ومن مستشفى شجره الدر الى عين شمس التخصصي. والله هي المشكلة اللي حصلت في مستشفى شجرة الدر، رحت حاولت أحلها في مستشفى عين شمس ايه التخصصي. هي المشكلة؟ الإهمال الطبي اللي تعرضت ليه كان ايه؟ فقدت ايه؟ الإهمال الطبي، أنا كنت في عجز كامل في الدراع اليمين نتيجة 4 أوتار في الدراع اليمين. أنا بكلم حضرتك في ورق بالكلام ده موجود معايا، معانا الورق ايه بقى؟ موجود الورق هنا كله، بس طبعا الكلام كله انجليزي، ده محتاج دكتور اللي ما مش هيكتب بالعربي. وفي الخطأ اللي انا رحت احله في مستشفى عين شمس التخصصي اللي هو قطع 4 اوتار، ادى معايا القطع في عضلة الترابيزس في نفس الدراع، ده برضو كان اهمال طبي تاني. الدكتور دخل مش قادر يفرق ما بين شيل العضلة في قطعة المشرط من الغدة، دي بتختلف عن دي، يعني انا سبحان الله مش عارف. المهم انا استعوضت ربنا وسلمت امري لله، ونزلت لعبت كاراتيه تاني، وقفت على رجليا بعد طبعا ما الشركة ما يعني كان استغنت. خلال مرحلة المحنة أو المرض كنت بتمارس هواية مفضلة ليك لا، لعبك؟ بدأت لما فوقت كده في 2014، كنت الحالة اتحسنت في 2014 الى حد ما شوية، ونزلت ولعبت كاراتيه الحمد لله، واكتست دورات الحمد لله. بس للأسف برضه أنا رجعت وقعت تاني من الخطأ الطبي اللي اتعمل في عين شمس. الخطأ التاني أنا دخلت عشان أشيل جزء، أشيل غدد، أشيل تكيسات على الكبد. التكيسات اللي دخلت أشيلها من على الكبد أدت معايا للمنظر اللي حضرتك شايفه. انا دلوقتي ده الشكل العام، انا ما بعملش، جسمي دلوقتي ما بيعملش 50 55 كيلو، انا ما فيش هضم في المعدة، ما فيش امتصاص غذاء، ما فيش امتصاص لا للغذاء ولا للدواء. انا لازم عشان اخد الادوية اكسر الادوية وادوبها في مية عشان اقدر تمشي حتى جزء طيب منها في طيب المعدة. بالنسبة لآخر محطة ليك مستشفى عين شمس التخصصي، كانت آخر محطة لي مستشفى عين شمس التخصص اللي عملت فيها مستشفى العملية في 2009، اللي هي قد المشوار اللي أنا فيه دلوقتي. ايه هو المشوار؟ المشوار هو طبعا قطع 3 متر من المعدة، عمل 9 وصلات. طبعا اتمنعت من ان انا امارس شغلي ولا العب كاراتيه ولا مرن كاراتيه ولا اتحرك من البيت اصلا، انا ببقى خايف انزل السلم طبعا، دوخة ودوار وجسم هزلان، دوران 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 نعم، جسم هزلان مش قادر حتى امشي، ببقى ماشي وانا تعبان. المنظر نفسه انا اعتقد انه هو المنظر معبر لوحده، انا بصراحة مش قادر اكمل، مش قادر اخد طيب نفسي. طيب اخيرا انت حضرت محضر بالواقعه دي والله انا اتوجهت لما مساله الاهمال الطبي نفسه يعني. انا بصراحة رحت عملت محضر، بس طبعا انا بناشد السيد عمر
مروان السيد وزير العدل إن انظر للمحضر، لأن فعلا أنا تعبان ومليش أي ملجأ ولا وسيلة أتحرك فيها. أنا روحت حررت المحضر في اسم الوالي، الكلام في ده محامي يا موكل؟ مفيش فلوس عشان أنا أجيب محامي. أنا بتمشى حضرتك لو أنا لايف، يا ريت توقف اللايف، لأن أنا فعلا أنا عشان أجيب محامي أقل محامي عايز له 500 600 جنيه، ده ما كانش 1000 جنيه، أنا أجيب له 1000 جنيه منين؟ النهاردة العون السبر اللايسين أما بره أركب كانولا بتوقف على 200 جنيه. طب أنا أجيب منين الفلوس دي عشان أنا باكل وأشرب منين؟ ما أنا برضو لازم من حضرتك تبقى أوكي. أنا بقى مش عايز فلوس ومش عايز أكل، يا إما خلصوني وخلصوا عليا، يا إما يشوفوا لي حل، لأن أنا بالفعل تعبت بجد. أنا مش قادر أكمل لأن الجسم بقى عيد نور. أنا شكرا جدا لحضرتك، وأنا بس بناشد السيد المحترم الدكتور خالد عبد الغفار، لو سمحت من فضلك ألاقي حل. أنا مواطن كامل عربي كامل. السيد المحترم عمر عمرو عمر مروان، السيد المحترم وزير العدل عمر مروان، أرجو النظر في القضية رقم 3472 من فضلكم، لو سمحتم حد يبص في القضية. شكرا لحضرتك وناسف أنا فعلا مش قادر. يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي كانت اخر التفاصيل اللي حابين ان انا اوضحها لحضراتكم في واقعة مأساوية جديدة للشاب اللي ظهر امامكم في مقتبل عمر، حكى يعني القصة بالتفصيل. كانت البداية مجرد اصابة طفيفة في جهة العمل، الشركة طبعا احدى الشركات الضخمة، الشركة للسيارات هو كان يعني بيعمل فيها، ومن ثم بعد هذه الاصابة اتجه الى عيادة ومن ثم مستشفى شجرة الدر وعين شمس التخصصي، ويعني في المستشفيتين وفق لما جاء على لسانه تعرض لحاله من الاهمال الطبي الجسيم، وكان يعني حرر محضر بالواقعه. ايضا يعني كان بخلاف جهه العمل، بخلاف مباشره العمل داخل احدى شركات السيارات الضخمه، هو ايضا مدرب كاراتيه معروف، وفقد كل هذه الامور في لمح البصر من جهه العمل، وايضا هوايته المفضله ممارسه الكاراتيه، وكمان يعني مشروع خاص أسفل المنزل غير قادر على يعني مباشرة العمل فيه بشكل طبيعي، نظير الحالة الصحية يعني الأدوية بالجملة، أدوية بالكوم زي ما ظهر أمام حضراتكم خلال اللايف. كان معكم أنا محمد صقر، موقع بصراحة الإخباري، دمتم في أمان الله وحفظه.